счет. Пуск. As of today, Russia has destroyed all our thermal power plants and a large part of our hydroelectric capacity. تنظر أوروبا وحليفتها واشنطن فزعة لما ستؤول إليه الأوضاع في الحرب الروسية الأوكرانية. فالصراع في هذا الجزء من العالم لم يعد مجرد نزاع إقليمي فحسب، بل أكثر من ذلك بكثير. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بملامحه القاسية الصلبة على ما يبدو بات على مقربة من مرحلة نفاذ الصبر الاستراتيجي، فالحديث عن الزر النووي بات لا تخلو منه خطاباته ليرسل رسالة ردع لكل الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا وفي مقدمتها الولايات المتحدة بأن أسلحته ستحول بلدانهم إلى كرة من اللهب. في أخطر خطاباته منذ بدء حرب روسيا وأوكرانيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، أطلق بوتين تحذيراً جاداً للغرب بأن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربات بصواريخ تقليدية، وأن موسكو ستعد أي هجوم داخل العمق الروسي بدعم من قوة نووية هجوماً مشتركاً. يأتي خطاب بوتين غدا إحداث تعديلات على العقيدة النووية الرسمية لروسيا في رد صارم على المشاورات في الولايات المتحدة وبريطانيا حول السماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ غربية تقليدية على روسيا. تنص العقيدة النووية الروسية المنشورة حاليا على وفق مرسوم أصدره بوتين عام 2020 على أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية في حال وقوع هجوم نووي من عدو أو هجوم تقليدي يهدد وجود الدولة. تشمل التغييرات الجديدة التي حددها بوتين توسيع نطاق التهديدات التي قد تجعل روسيا تفكر في توجيه الضربة النووية وإدخال حليفتها بيلاروسيا تحت المظلة النووية، وفكرة اعتبار أي قوة نووية منافسة تدعم توجيه ضربة تقليدية لروسيا مشاركة في الهجوم على روسيا أيضاً. ورغم إعلان روسيا أكثر من مرة أنها تعد الأسلحة النووية وسيلة ردع ودفاع فقط، إلا أنها عادت لتؤكد أن السلاح النووي يظل أهم ضامن لتحقيق أمن روسيا ومواطنيها وأداة للحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم وحماية مصالحها ومصالح حلفائها أيضاً. وتمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية يطلق عليها أسلحة يوم القيامة، كما تمتلك أنظمة الإطلاق الأكثر تقدماً على الإطلاق. ويقول اتحاد العلماء الأمريكيين إن لدى روسيا منذ عام 2022 ما يقارب 5977 رأسا نووية، مقارنة مع 5428 لدى الولايات المتحدة. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقد بات يلح على حلفائه منذ أشهر للسماح لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ الغربية، ومنها صواريخ أتاكامز الأمريكية بعيدة المدى وصواريخ ستورم شادو البريطانية في عمق روسيا للحد من قدرة موسكو على شن هجمات على أوكرانيا. لكن كييف من الداخل باتت أكثر يقيناً بأن نتائج الحرب لن تكون لصالحها، خاصة مع الرفض الغربي لاستخدام أسلحتها في العمق الروسي. لقد
بات جلياً أن موسكو تفكر جدياً في الاستعداد لهجمات محتملة قد تقع على أراضيها، وباتت أكثر تأهباً لتحركات التحالف الغربي ضدها، والذي قد يشعل شرارة حرب نووية قد تفتح الباب واسعاً أمام حرب عالمية تحصد الأخضر واليابس. وكأن لسان حال موسكو يقول: لا تختبروا صبرنا.